الحقيقة إن أي حد هيجي هنا هيبقى فرحان وفخور، لأن في ثلاث مفاهيم وثلاث معاني هيبقوا واضحين هنا وضوح الشمس في العالمين الجديدة: القدرة، التنمية، وبناء الإنسان. القدرة إنه في ظل نهايات كأس العالم في عدم الاستقرار اللي بتحيط بمصر من كل اتجاه، إحنا مش بس قادرين على الحفاظ على مكتسباتنا، لا ده احنا قادرين نحقق ونضيف مكتسبات جديدة. التنمية ان صحراء جرداء من سنين قليلة بقت دلوقتي مدينة منورة.